وتحول مباشرة إلى لندن، وينضم إلينا عبر سكايب السيد عمار حمودة القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية. مرحبا بك معنا سيد عمار عبر شاشة الغد. كيف تتابع ما يجري الآن في السودان؟ ألف مرحبا، شكرا لكم للإطالة. ما يجري في السودان هو انقلاب كامل بدون أي مساحيق، بدون أي تجميل. هو انقلاب عسكري يجب مقاومته حتى لا ندخل في فترة شمولية جديدة من عمرنا. دخلنا فترة شمولية في السابق 30 سنة، الآن لا ندري إذا دخلنا هذه الشمولية متى نخرج منها، متى يخرج منها أبناؤنا. هذه مسألة ليس فيها حياد، هذه مسألة أبيض وأسود، يعني أنت مع الانقلاب العسكري أو أنت مع السلطة المدنية الديمقراطية. ما حدث الآن هو انقلاب كامل الدسم، علينا بما نواجهه من أدواتنا السلمية، من كل التجهيزات التي تتم، عن الإضراب السياسي، عن العصيان المدني، عن التعبير السلمي، عن رفض الانقلاب، كله متاح. الآن قيادات الحرية والتغيير محتقلة، صوت الشارع مصادر، العساكر لم يصغوا إلى صوت الشارع في 21 أكتوبر، ولذلك نحن نقول أنه الردة مستحيلة. أستند على شعب عظيم يعرف كيف يحافظ على مكتسباته من هذه الثورة. يعني غالبا لطالما تكون الأمور عند الحافة، يعني نردد كلمة الشعب أو المواطن كثيرا، ولكن في هذه الأثناء سيد عمار، هل بالإمكان تدارك مكان؟ يعني البعض يتهمكم أنتم قوى الحرية والتغيير والمكون المدني بشكل عام بأنكم انقلبتم على أنفسكم قبل أن ينقلب عليكم العسكريون. بالعكس، هذه كلها محاولات لتسويق الانقلاب وجعله انقلاب ناعم، انقلاب بصورة مدنية، ولكن هذا تم إفشاله وتم فضحه. الآن ليس هناك مجال لإكمال الانقلاب إلا بالصورة التقليدية التي نراها في الشوارع، إلا أنه انقلاب عسكري كامل الدسم، ليس فيه أي تلبيس. محاولة إيهامنا بأن الحرية على نفسها وأن هناك احتكار وهذه الأمور كلها كانت الخطة الأولى لتسويق الانقلاب. الآن هذا غير وارد بعد أن تكشفت كل هذه المخططات. ليس هناك سبيل غير الانقلاب الصريح الذي نراه الآن، هو انقلاب عسكري صريح. لن يعدم أن يجد من يتعاون معه على أنه خلاص للأمة السودانية وللشعب السوداني. ستجد مطبلين ومنافقين ولاعقين العسكر في أي زمان ومكان، ولكن هذا لن يستمر. لقد جربوا بعد فض الاعتصام أن القوة الباطشة يمكن أن تذهب بالشعب السوداني إلى السكوت والخنوع، ولكن كانت الاحتجاجات صبيحة فض الاعتصام نفسه. الرسالة وصلت إلى العالم الخارجي وإلى الداخل وإلى كل الناس، ثم في 30 يونيو، ثم الآن أعيدت هذه المواكب وهذا التأكيد على السلمية وعلى مدنية الدولة وعلى التوجه نحو الديمقراطية في الفترة الانتقالية كذا مرة، كان آخرها في 21 أكتوبر. مسيرات هادرة، لا نقول أنها دعما للحكومة الموجودة، لا أبدا، هذه دعم للثورة السودانية وللتحول المدني الديمقراطي. المدنيون يمكن أن تذهب بهم في أي لحظة. يمكن طيب، أن مع الوضع في الاعتبار سيد عمار، كل تفاصيل الحالة السودانية على مدى العامين الماضيين وما يشهده الشارع خلال الشهر الماضي، الشارع السوداني، من تظاهرات، هل تعتقد، وأنت عضو وقيادي في قوى الحرية والتغيير، هل تعتقد أنه المكون المدني بكل تفاصيله، بكل فصائله عفوا، كان مؤهل لتولي السلطة؟ بالطبع، هي السلطة، ما هي السلطة؟ يعني إحنا اليوم إذا نتحدث عن إنه هؤلاء غير مؤهلين، من الذي سيأتينا وهو مؤهل من العساكر حتى يقال أنهم أكثر تأهيلا؟ هذا نوع من التضليل. إنه الحرية والتغيير جرت وراء الكراسي واشتعلت كذا وكذا، في حين أن المهام الأساسية التي عطلت الكثير من أمور الانتقال هي ذات طبيعة أمنية. هذه المسائل الأمنية هي مسؤولية مباشرة وضرورية للمكون العسكري في السلطة. أنت تشارك في هذه السلطة، ما هي مهامك؟
ما هي المهام التي يجب أن تقوم بها؟ إنهم يقصرون ثم يدعون أن ذلك من القوى المدنية. القوى المدنية حاولت أن تنفذ انحلال الصدام، حاولت أن توجد مخرج سياسي، حاولت أن توجد طبيعة جديدة للوثيقة الدستورية. البعض يقول بأنه يتهمكم أنتم في قوى الحرية والتغيير سيد عمار بأنه كان لديكم تحفظات عن مشاركة بعض الطوائف المدنية، يعني ضعف اعتبارك في الحكم أو في السلطة أو في الحكومة ربما. لنكون أكثر وضوحا، مدخل حصان طروادة نحو تغيير المعادلة السياسية هو أن يأتي العسكر بجهات سياسية مدنية متحكم فيها لتغيير المعادلة السياسية الموجودة، وهذا تحت غطاء توسيع المشاركة السياسية. هؤلاء لم يخجلوا أن يضموا الذين قامت عليهم الثورة، هؤلاء الكيزان أو الفلول أو غيرهم هم من قامت عليهم الثورة. فلما تأتي من يأتي جهة عسكرية وتقول لك عليك أن تأتي متوحدا مع من قامت عليهم الثورة حتى تكون مؤهل لاستلام سلطة، هذا أمر مضحك. هؤلاء من قامت عليهم الثورة، هؤلاء الآن هم الذين يمجدون العسكر ويدعونهم صراحة عبر الاعتصامات التي هي أمام القصر لاستلام السلطة. هذا يأتي أيضا في إطار منطق المغالبة للمشاركة سيد عمار، حتى وإن قامت عليهم الثورة فهم شركاء في الوطن. إذا قامت عليهم الثورة على الأقل في الفترة الانتقالية، هذا يعني معلوم بالضرورة. بالأساس قامت عليك الثورة وأنت في سدة الحكم حتى آخر يوم في سقوط نظام البشير، لا يعقل أن تكون جزء من الفترة الانتقالية، لابد بالقطع أن تذهب. هذا أمر لأجل ذلك قامت الثورة. من يقول بذلك واحد من اثنين، يعني إما أن يعترف بأن هناك ثورة وبالتالي لها مطلوباتها، أو أنه لا يعترف بالثورة ويعتبرها عملا غير دستوريا، وبالتالي ما يترتب على الثورة من وثيقة دستورية من وضع جديد ولا يعترف به. لنكون واضحين، هذا اصطفاف واضح ما بين الاتجاه نحو الديمقراطية والحكم المدني والعودة إلى الحكم العسكري. ستجد كثيرين ليس لديهم مانع أن يكونوا خدام لأي وضع عسكري كان، ستجد الكثيرين الذين يخافون على مصالحهم لأنها ارتبطت بالنظام البائد يرحبون غاية الترحيب بالانقلاب، لأنه قد يمثل مخرج بالنسبة لهم. الثورة ماضية في طريقها، والساعات القادمة ستحدد تماما وجهة السودان، وأنتم ترون الآن. طيب ما